السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكلام الناس. اتفقنا امبارح أننا هنعمل مع بعض كده برنامج للمتبقي من العشر الأواخر من شهر رمضان اللي كلنا متفقين أنه جري بسرعة قوي. قبل ما أقول لكم موضوع حلقة النهاردة، حابب ألفت نظركم لحاجة. اللي كان شغال من أول رمضان كويس لازم يستمر ويكمل على ما هو عليه، واللي حاسس أنه هو قصر أو ما قدرش يشتغل بشكل كويس لسه في فرصة قدامه. وهضرب لكم المثل بحاجة احنا عارفينها كلنا في السباقات، خاصة سباقات الخيول والحاجات اللي بتبقى شبه كده، يعني دايما في اخر 100 متر بيكون السباق كله النتيجة بتاعته بتعدل من اول وجديد، فممكن في اخر 8 ايام او 7 ايام من رمضان تكون الفرصة لحد ما اشتغلش من اول رمضان كويس، بس ربنا كاتبها له انه يقبله ان شاء الله فيشتغل بس ويجتهد في المتبقي من شهر رمضان. موضوعنا معاكم النهاردة هنتكلم عن وصايا لقمان الحكيم لابنه. الوصايا دي ليه هنقولها النهاردة بشكل خاص؟ لأن الوصايا دي فيها أكتر من حاجة، فيها جانب يتعلق بجانب العقيدة، فيها جانب يتعلق بجانب العبادات، فيها جانب يتعلق بجانب المعاملات، كلها حاجات احنا محتاجينها عشان نصلح في العشر الأواخر دول ونقدر إن شاء الله نغتنمهم بشكل كويس. هنعدي إن شاء الله على الوصايا دي كده بشكل سريع، نحاول ناخد منها بإذن الله اللي يفيدنا في المتبقي من الشهر الكريم. ده إن شاء الله يكون موضوع حلقتنا النهاردة، وهتكون دي فقرتنا التانية. إنما فقرتنا الأولى زي ما تعودنا دايما هي فقرة أجدع ناس، وفقرة أجدع ناس النهاردة مختلفة. إحنا نزلنا وصورنا مع سائق مترو الأنفاق اللي ظروف شغله بتمنعه إنه يفطر في البيت مع أهله أو مع أولاده. تعالوا نشوف التقرير مع بعض بعد الفاصل. في بداية الكون كان الله، وما كانش غيره في كل مكان، ولحد اليوم غير الله ما فيش ولا حاجة في أي مكان. منذ الأزل وإلى الأبد الله هو الأمل، هو المدى الله، هو المدى الله، هو المدى. في بداية الكون كان الله، وما كانش غيره في كل مكان، ولحد اليوم غير الله مفيش ولا حاجة في أي مكان. منذ الأزل وإلى الأبد هو الأمل، هو المدى، هو المدى. أهلا بيكم وفقرة جديدة من فقرات أجدع ناس. فقرة أجدع ناس في برنامجنا من باب العرفان ورد الجميل ولو بكلمة شكر للمصريين الجدعان اللي بيتعبوا وبيسعوا على رزقهم وبيشقوا. النهاردة احنا موجودين في مترو الأنفاق. مترو الأنفاق بيركبوا أكثر من 2 مليون شخص كل يوم. مين فينا فكر في مسؤولية سواق مترو الأنفاق؟ ازاي بيبقى متحمل المسؤولية دي كلها، وازاي ان واجبه بيحتم عليه انه يفطر وهو موجود في عمله، ما بيروحش يفطر مع ولاده في البيت او مع اهله. النهاردة احنا نازلين نفطر معاه وناكل معاه عيش وملح، ونقول له انت من اجدع الناس. خليكم معانا في تقريرنا النهاردة. اهلا بحضرتك، واحنا جايين النهارده نقول لك انت من اجدع الناس بما انك شغال في وقت الصيام وشايل مسؤوليه يعني كام واحد، فربنا يبارك لك اولا على شغلك ده، وعايزين نتعرف بحضرتك. هاني عبد الوهاب محمد، قائد قطار من 4-5 سنين،
وبيني وبينك انا بقى ببقى لاقي متعه وانا شغال في الوقت ده بالذات. ازاي؟ ليه؟ بحس اني باخد ثواب. عشان شغال في وقت ال ثواب كبير جدا ان انت توصل الناس ان هو يفطر في بيته او يلحق مشواره او 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 كل دوت بيبقى ليه ثواب يعني ربنا كبير قوي. طب ما بتبقاش عايز مثلا تفطر مع اولادك في البيت مع الاهل وكده؟ اكيد بيبقى ليا وقت اني افطر فيه معاهم برضه. بحاول قد ما اقدر ان انا اوصل ما بين هنا وما بين هنا. تمام. يعني ما يعني شغلك ما يجيش على بيتك وبيتك برضه ما يجيش على شغلك؟ لا هو الصراحه الشغل ممكن يجي على البيت شويه بس مش مشكله يعني. يعني حاسس ان انت لما بتعمل كده بس مبسوط؟ مبسوط. مبسوط طبعا جدا. حضرتك شغال من 5 سنين في مترو الانفاق؟ لا من 5 سنين سواق، انما اساسا انا شغال دلوقتي بقالي 20 سنه في المترو. 5 سنين بقالك سواق؟ 5 سنين سواق. احكي لي عن سواقه المترو عامله ازاي؟ صعبه سهله؟ بتحتاج التركيز عالي جدا. الشغل بتحتاج تركيز عالي جدا، مش سهله خالص. من ناحيه كل حاجه، كل حاجه. انا المفروض انا بقى شغال عيني على السكه، عيني على الاشارات، عيني على اللينيا، عيني على القضبان، عيني على الرصيف، ودني مع الركاب، ودني مع السلك الايام ما كان في لاسلكي. فكل حاجه كل حواسك شغاله، محتاجه تركيز عالي جدا. تركيز عالي جدا. هو تقريبا القوه الاستيعابيه للمترو الواحد تقريبا كام شخص؟ اعتقد بتعدي ال 1000 وي. بتعدي 2000 ونص 3. 2000 ونص. بتعدي 2000 ونص 3. يعني انت مسؤول وانت ماشي عن 2500 شخص او 3000 شخص. مسؤولية كبيرة قوي. وربنا اللي بيقدرنا يعني، ربنا بيقدرنا الحمد لله يعني. ربنا يقدرك دايما ان شاء الله، ويعني ده يبقى في ميزان حسناتك ان انت يعني بتساعد الناس انها توصل للاماكن اللي عايزه توصلها. طيب كلمنا عن الصعوبات بقى اللي بتواجهك في سواقه المترو بشكل عام. في عندنا في يعني حبه مشاكل كده من ناحيه الركاب، من ناحيه السلوك بتاعهم. ممكن راكب تلاقيه مره واحده بينط قدامك، ممكن راكب يعدي. الاذان بيأذن اهو، اذان بيأذن، فاحنا هنفطر سوا يعني. اسمح لنا نفطر معاك النهارده. اتفضل وكمل كلامك. اتفضل. بتقول ان الركاب نفسهم كل مشاكلنا سلوكيات ركاب. في المقام الاول في الاخر سلوكيات ركاب. في راكب ممكن لو انت داخل رصيف تلاقيه بيجي نفسه قدامك، ودي من المواقف الصعبه اللي ممكن تشوفها في حياتك يعني. تلاقي واحد بينتحر قدامك مره واحده. وفكره الناس اللي بتمسك الباب برضو بنلاحظها دي. قول لي دي بتاثر عليك في ايه؟ بتاثر على التشغيل نفسه، بتاثر عليا، بتاثر على المواعيد بتاع القطارات، بتاثر على ميعاد الوصول بتاع المترو نفسه، بيعمل تاخير. مش الوضع كله مبقاش طبيعي. ممكن تتسبب ان هي في عطل للمترو نفسه؟ اكيد اكيد. العطل الجديد اللي هو الكوري، اي ماسكه باب بيتسبب في عطل. عطل كامل. عطل بيتسبب في عطل، ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يتحرك الا لما يبقى كله يتحرك. طيب محتاجك يعني اتكلم مع حضرتك عن اصعب المواقف اللي قابلتك انت بقى وانت سايق المترو. دايما الصعوبات اللي بتقابلنا احنا كلنا كسواقين في المترو هنا وقت الاعطال، وقت ما يكون في عطل عندنا، يبقى خارج عن الاراده بتاعتنا خالص، سواء عطل في الشبكه او في الاشارات، بنتعرض لسخافات كتير جدا من الركاب. بيحسوا ان احنا السبب في كده، مع ان احنا والله وانا خارج من البيت الصبح بقول يا رب اجعل كل خدمتي للركاب ابتغاء مرضاتك. انا عايز اخد كل ثواب من كل واحد يكمل. الله ينور عليك. وللاسف بحس ان الناس حاسين ان احنا بنتعمد ان احنا ناخرهم. يعني لما تقصد لما المترو يقف مثلا فتره في محطه معينه بالظبط كده، تفتكر ان انت اللي واقف بمزاجك. بالظبط كده. زي دلوقتي مرتبط بسرعه معينه، الاشاره قدامي صفرة مثلا، انا مصاب بسرعه معينه، فالناس يحسوا ان انا ماشي بالراحه. الراجل السواق قاعد بيفطر قدام، مش واخد باله من شغله. يعني الناس مش بتقدر شويه ان انت، لا ده بيفرضوا عليك شغلك. اكيد طبعا. طب احنا عايزينك الاول تفطر كده عشان الاذان بيأذن، يعني اتفضل. انا عايز الفت نظر الناس ان الموضوع مش سهل خالص. انا شايف قدامي زراير كتير، وفي ايد الكترونيه اهي، وفي تحت برضه حاجه زي بواسه. الموضوع مش سهل خالص يعني. حابب اسال حضرتك التجميعه دي بتبقى ازاي؟ في مجموعه حاجات اللي بتشغل المترو من هنا، مجموعه زراير، في يد كنترول. يد كنترول فيها حاجه اسمها رجل دواسه الميت، رجل الميت، وفي دواسه تحت دواسه رجل الميت. الغويشه ديت لازم زي دواسه البنزين كده.
لا دي بتحس بالسواق صاحي ولا توفى ولا حصل له غيبوبه. لو انا سبت الرويشه ديت لمده سنتين ونص القطر بعد سنتين ونص يقف. لو سبت الدواسه نفس القصه، ولو مسكتها اكتر من 45 سنه يقف برضه. فهي عامل امان كده. عامل امان طبعا اللي مات، ودوت عامل امان تاني اللي هو الزرار بتاع الاي تي سي دوت المجاوبه. يعني ايه؟ مجاوبة اي تي سي عبارة عن ملفات موجودة في القطر وملفات موجودة جوه تحت على الأرض. المفروض إن بتتوافق مع سرعة معينة، لو زادت بتديني أربع إنذارات في أربع ثواني وبعد كده القطر بيوقف. أوتوماتيك برضو عشان لو السواق حصل له حاجة برضو وهو ماشي القطر يقف. كل دي أنظمة أمان. أنظمة أمان، كل ده نوع من أنواع السيفتي اللي في القطر. تمام. ايه كمان من الزراير؟ انا شايف في اللي بيفتح الباب، في فتح ابواب، في فتح ابواب شمال، في فتح ابواب يمين الناحيه دي. تمام. في اتجاه الابواب، في الكشاف، في بلف الطوارئ، في السرينه، في مفتاح جرس، في مفتاح غلق ابواب، في مفاتيح كتير لاعداد القطر والغاية الاعداد والرباط، في حاجات كتير. القطر سرعته القصوى قد ايه؟ سرعته القصوى 120 كيلو، انما احنا محددين بالخط هنا 80 كيلو فقط. 80 كيلو فقط. اه مع انه بيبقى هو ماشي بسرعه قوي، بس هي اقصى حاجه 80 كيلو. اقصى حاجه 80 كيلو. طب بقول لي ما جاش في مره كده غلطت مثلا دوست زرار مكان زرار، حاجه حصلت خاصه في الاول؟ الغلطه عندنا ما تبقاش غلطه. الغلطه عندنا بتبقى مشكله كبيره، كارثه. فما ينفعش ان الواحد يغلط يعني. الحمد لله بفضل الله يعني. كنت بقول لحضرتك موضوع المسؤوليه، ان فكره بس ان انا حتى ابقى ماشي ب 3000 شخص دي في حد ذاتها يعني كفيله ان هي تخلي اي انسان يتهز يعني. اكيد طبعا عندنا 3000 مش شخص، ده 3000 ناقد يعني. زي ما في 3000 في 93 مليون ناقد كوره، عندنا 3000 ناقد للقطر. القطر ماشي بسرعه، القطر ماشي بالراحه، القطر ويف، السواق عمل، السواق سوى، كل دوت كل واحد قاعد بيحسب عليك اي حاجه. طب انا ملاحظ من خلال كلامي مع حضرتك ان انت زعلان شويه من الركاب، فمحتاج منك يعني كلمه كده تقولها لنا احنا كركاب مترو الانفاق، عايزنا نعمل ايه واحنا نسمع الكلام. والله انا مش زعلان من الركاب، انا نفسي والله كل حاجه بنعملها يعرفوا ان احنا بنعملها ليهم هم يعني. انا ببقى في العيد ما بعيدش مع اولادي، ما بصليش العيد في، زي ما حضرتك شايف في رمضان نفس القصه. فاحنا مش زي طبيعتنا، مش زي طبيعه البشر العاديه. كل دوت لخدمه الركاب، كل دوت عشان هم يوصلوا في امان ويوصلوا بسلام. مش ما احناش بنبقى مجبورين على حاجه يعني. انت طالب مننا ايه كركاب؟ يعني التمهل معانا شويه بس في المعامله يعني، مش اكتر من كده يعني. وان لازم كلنا طبعا، انا شايف من خلال قعدتي النهارده في المكان ده وفي الجو اللي الواحد فيه ده بصراحه الموضوع صعب جدا، محتاجين فعلا كلنا نعيد النظر في اننا نقول لا هو عطلان ولا واقف ولا ماشي، لا هو كفايه اللي هو فيه بصراحه يعني، حاجه صعبه مش سهله خالص. بالظبط كده. انا ما اقدرش اخر المترو، انا عن نفسي انا ما اقدرش اخر المترو ولو حتى دقيقه، وبتحاسب على الكلام دوت يعني. في مهندسين بتوع بيحاسبوني، فما ينفعش ان انا اكون سبب ان انا اعطل الناس دي كلها يعني. هو لا بيقف في مزاجه ولا بيجري في مزاجه. بالظبط كده. هي كلها توقيتات، هو الراجل مربوط بيها بيمشي على اساسها. بالظبط كده. طيب عايز اتكلم بقى عن حضرتك، عن حياتك انت الشخصيه شويه، حياتك عامله ازاي؟ ماشيه تمام؟ زي الفل الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. عندك كم ولد؟ عندي بنوته وثلاث صبيان. بنوته وثلاث صبيان. لاقي وقت الحمد لله تقعد معاهم يعني بشكل كويس؟ مش بص يعني، في المدام هتزعل في لو قلت حاجه غير كده يعني، لان طبعا هم معظم الوقت مفتقديني يعني، معظم الوقت مفتقديني بسبب شغلي يعني. طيب يعني تحيه ليك، واحنا بنقول لك انت من اجدع الناس لان انت شغال في الظروف دي وشغال اهو. احنا في وقت الفطار لسه ما فطرناش، يا دوب شربنا شويه ميه، محتاجين كده بس اي لحظه يكون فيها ممكن يعني القطر يقف سنه صغيره ونحاول ندخل الفطار نفطر سوا ان شاء الله. لو تقبل ان احنا ناكل معاك عيش وملح. ونشكرك على ان انت استضفتنا النهارده ونورتونا والله، وعايزين نكررها تاني بقول لك انت من اجدع الناس عشان انت متحمل مسؤوليه وشغال في الاجواء دي وشايل يعني كل الناس دي على ظهرك انت يعني. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا ليك. شكرا لك.
هنتكلم عن وصايا لقمان الحكيم لابنه. اسمحوا لي في الاول ارحب بفضيله الشيخ احمد صبري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ مهند. اهلا منورنا وقلنا الحلقه دي مش هينفع معاها غير الشيخ احمد صبري. ربنا يكرمك وينور قلبك يا رب. الله يكرمك. عايزين نبدا في الاول بس بعلاقه الاب بابنه سيدنا لقمان وهو بيعلم ابنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف تعبير القرآن الكريم وده يلفت نظري ونظرك ونظر كل الناس ازاي العلاقة بين الأب والابن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. شوف الكلمة يا ابني، ما قالوش انت فاشل، ما قالوش الناس كلها حلوة وانت وحش، ما قالوش مهما انصحك مش هتسمع كلامي، اللي هو الاسلوب الدارج شوية دلوقتي. نعم. او ما قالوش الالفاظ اللي تزعله، انت دماغك فاضية، انت معلش الاباء ساعات بيعملوا حاجات كده، او الام تقول لبنتها انت هايفة او انت هايف او انت كذا، الحاجات دي بتعمل فاصل. لا ومش بيقول له انت كمان، ده حتى ممكن يسميه بالاسم ده، يعني تعالى يا كذا، تعالى اللي مش نافع، تعالى بالظبط بالظبط. العلاقة لازم تكون بالرقة دي، يا بني شفت الادب. ولذلك المقابل للحتة دي القصص بتاع سورة سيدنا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. شايف الرقة، شايف الأدب، شايف التوازن. أدي أب بيقول لابنه يا ابني مهما يكن ابنك غلط، المخزون اللي فات عندك يؤهل الأب أنه يقوم اعوجاج ابنه. يعني لو أنت عايز ابنك يعاملك باحترام سيدنا يوسف لأبيه ويقول له يا أبتي، أنت لازم تعامل ابنك، لازم تقول له يا ابني، يا ابني، لازم تحسسه بانك انت اب وهو ابن بالحنان، مش بالنظره اللي ترهبه او باللفظ اللي يوجعه او بالاشاره اللي تحجبه عنك، اللي تخليه خب اللي هنا عنك. وده كمان يا شيخ احمد يعني قصه سيدنا لقمان وهو مش نبي، ان ربنا عز وجل يذكرها في القران وتبقى صحيح. قصص سيدنا لقمان فممكن تكون جايه من اللي حضرتك بتقوله ده. صحيح. ما هو سيد ولقد اتينا لقمان الحكمه. الحكمه يعني ايه؟ يعني ما يقولش لفظ مش في محله. لقمان ولذلك اسمه لقمان الايه؟ الحكيم. الحكيم في التصرف، في الفعل، في الكلام، في النظر، في الاشاره، في التربيه، في انه بيربي ابنه بشكل صحيح. انا وحضرتك والناس كلهم محتاجين التربيه دي لاولادنا النهارده، واللي ربنا يقول عنه انه حكيم احنا بقى لما ناخد من تجربته او من اللي هو بيقوله احنا نتعلم. هي دي عين الحكمه. ولذلك ربنا عمل لنا القران ده خريطه، اتفضل امشي عليها، خد منها واشتغل. احنا بقى عايزين نمشي عليها في النهارده في يعني واحنا في العشر الاواخر كده، عايزين ناخد النصايح بتاعت سيدنا لقمان دي لعل وعسى تكون دافع لينا ان احنا ان شاء الله نغتنم ال 10 ايام دول او اللي باقي منهم. يا رب يا رب. فعايزين نبدا مع حضرتك باول وصيه هي لا تشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله. بناء العقيده بشكل صحيح وبشكل سليم عشان اولادك محدش يضحك عليهم باسم الدين وباسم الاسلام. علشان كده العقيده بتتبني على حاجه جميله قوي هي لا اله الا الله. بص يا مهند هقول لك على حاجه، والحاجه دي الحديث ده لما قريته جبت ورا خالص. اتنين من الصحابه راحوا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له نسالك الصحبه والشفاعه. فالنبي قال لهم لكم الصحبه والشفاعه. الصحبه في الجنه يعني، والشفاعه في الاخره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يجعلنا. فالصحابه كلهم عرفوا، فاتكتروا كلهم على سيدنا النبي وراحوا قالوا احنا عايزين زيهم، نسالك الصحبه والشفاعه. فرصه بقى فرصه. طبعا. فسكت. فلحوا عليه تاني، نسالك الصحبه والشفاعه، فلحوا عليه تالت، كل ده سكت. في رابع مرة قال لهم إنه أتاني آتي من ربي وخيرني بين، ربنا بيخير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن يدخل نصف أمتك الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. الحديث ده بيقول معناه إن اللي داخل الجنة عدد أكبر مما تتخيل. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي نخلي نص الأمة الإسلامية تخش الجنة ولا نديك الشفاعة؟ قال له لا، اديني الشفاعة عشان أدخل بالشفاعة إيه؟ أكتر كمان كده من النص إن شاء الله. الشفاعة دي العنوان الرئيسي بتاعها هو لا إله إلا الله. ولذلك أجمل حاجة أنت بتقول الحمد لله على نعمة الإيه؟ الإسلام. وكفى بها نعمة، إنك قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هو كده علم ابنه
ان هو عقيدته تبقى سليمه، بدا معاه صحيح. من الاول حاجه، واهم حاجه نبدا بيها مع اولادنا ان هي تبقى العقيده. ابني له عقيدته بشكل صحيح وبشكل سليم. الحته دي مهمه جدا في الوقت ده. ما انا عايزين حضرتك اتفضل. كل الوقت ده بالذات زي ما حضرتك تقول في مشاكل كتير في موضوع العقيده، وناس كتير بتخش تضحك علينا من حتت تتعلق بالعقيده. صحيح. وبعض الناس اللي هي من دعاه الارهاب والتطرف والكلام ده كله برضو بيدخل من المداخل اللي دي. هم الدواعش والخوارج والحاجات دي كلها، هم لهم كده حاجات معينه بيضربوا عليها، اربع او خمس صفات هنقولهم في دقيقه ونص. لما يكره الولد، هو ما بياخدش حد كبير في سنه، هو بياخد الشباب الصغيرين. في المملكه العربيه السعوديه من 3 ايام بالظبط، 2 اخوات اشقاء قتلوا مامتهم، طعنوها، قتلوها، وكانوا طعنوا باباهم واخوهم، لكن تم ادراك الاب والابن، لكن الام ماتت واندفنت امبارح او اول امبارح. الولاد دول خدوا الفكر الداعشي اللي هو الفكر المنحرف. انت تعرف ده ازاي، او تعرف ان ابنك ماشي غلط ازاي؟ الدواعش بياخدوا الولاد الصغيرين في السن بيلعبوا على اربع اماكن او اربع نقاط. النقطه الاولانيه بيكرهوا الولاد في الحكام، الحاكم كافر، الحاكم ده لابد ان نخرج عليه، الحاكم ده لابد ان يسقط، الحاكم ده لابد وكذا وكذا وكذا. تاني نقطة بيكرهوا الولاد في العلماء، يقول لك مين يا عم احمد ده يا عم الحاج؟ ده عالم سلطة، ده ما بينكرش منكر، ده عشان مش ماشي على هواه، مش ماشي على مزاجه، فيقوم يكره ال 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 الولد او الشاب من دول في العلماء، يسقط هيبة العلماء من قلب الواحد من دول. رقم ثلاثة بيكره الولد في المجتمع، ده مجتمع كافر، ده مجتمع فاسق، ده مجتمع ما يستحقش بس الرحمة. بس اسمح لي يا شيخ احمد، ده الحاجات دي تحسها يعني حاجات يعني سهلة قوي ان واحد يفهم ان هو الكلام ده كله كلام فاضي بس كوارثها بقى. طب احنا المصايب بتاعتها، طب بدل ما احنا بندي للناس الاساليب بتاعتهم، طب ما تيجي تقول لنا الاب ازاي يعلم ابنه ان هو ما يقعش في حاجة زي كده. لما عرفت الشر لا للشر، ولكن عرفت الشر لأتقيه. ايوه هو ده رابع حته بيفصل الولد عن باباه وعن مامته. ليه؟ لان تجارب الاب والام اكتر من تجارب الابن، فيستطيع الاب والام ان هم يقولوا لا ده صح وده غلط، ده يرضي الله وده ما يرضيش ربنا. ففي الحاله دي عايزين نقول احنا نعمل ايه لما الاقي الحاجه الفكر عند اولادي بهذه الطريقه. مباشره لابد ان يكون عندي المضادات بتاعه افساد هذا الفكر. واول حاجه ان التواصل بين الاباء والابناء لازم، يعني لابد ان يكون. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. طيب احنا معانا تليفون. صفيه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا سليمان؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. سلم على شيخنا الصادق استاذ احمد صادق. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. هو دلوقتي حضرتك بتحكي عن الاولاد وعن وصايا سيدنا لقمان للاولاد والدنيا بحالها، طب ازاي انا اقدر ادافع عن ابني او اعرف ابني ان اهم حاجه ان ابوه وامه يبقوا اهم حاجه في حياته ودينه وان هو يتقي ربنا وكده يعني. طيب اشكرك يا استاذه صفيه. ماشي. هي الأخت الكريمة تكلم عن أهم أساس إحنا بنشتغل عليه، اللي هو أساس إن إزاي أنا هخرج ابني متعلم إنه رقم واحد الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين والدك والدتك. يعني الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة اللي بعد كده، بعد كده والدك، بعد كده والدتك. لكل فعل رد فعل مرسل لهم في القوة. والدتك مع بعض بدل ما الأمهات يزعلوا. ما هم الاثنين ده مع بعض. مع بعض. ما هو الأب والأم درجة واحدة. بس الأم أعلى. لانه من احق الناس بحسن صحابتي، لكن هم الاثنين في درجه واحده، درجه البر درجه واحده، ما ينفعش احط ده فوق وده تحت. لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه مضاد له في الاتجاه. ابني وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، هيشوفني وانا بصلي، هيشوفني كأم وانا خاشعه لله، فبتتقمص دور الخشوع والخوف من ربنا. حتى في عقاب الابن لما اجي العقاب البدني، تعرف انه حرام ان انا اضرب على الوش؟ ما انا عايز اعلمه واخوفه، ما هينوش، ضرب الوجه حرام حرام،
يحرم ضرب الوجه بأي حال من الأحوال. وإحنا قبل كده بنقول إنه ضرب الأولاد قبل سن 10 سنين حرام، ما ينفعش. ما تجيش تربي ابنك بالإرهاب، ما تجيش تلسعيه بالنار وتقول ربنا هيوديك النار، هو ما يعرفش التوبة، ما يعرفش الرجوع. المخزون اللفظي اللي عنده والمخزون بتاع التجارب ما ينفعش، ما ادالوش حرية إنه عنده دي ودي، عنده المعصية وعنده التوبة. فأنت بتقولي له ربنا هيوديك النار، هيخاف. طب طالما انها نار نار بقى، فهياخد مني الطريق الغلط خالص. طب حضرتك كده اديتنا الواجب من الاباء تجاه الابناء. طب عايزين بقى نكمل الوصيه الثانيه لسيدنا لقمان، اللي هي بقى اللي في المقابل، ان هي وصيه الابناء بابائهم، ووصينا الانسان بوالديه. ايوه. بص، مهما تعمل وانت عاق لوالديك مفيش جنه. حلو قوي دي. اه والله، مهما تعمل من خير ومن بركة ومن أي حاجة وانت عاق لأبيك وأمك مفيش جنة. وعشان كده سيدنا لقمان حطها لابنه بعد الكلام عن الشرك عن العقيدة على طول. قال له بص، هو ينفع أنا أقول لك أنا اشتريت حتة أرض 1000 متر وشوكة وسكينة؟ اللي جاب دي جميل، حلو قوي. أقول لك إيه اللي جاب دي؟ وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعديها على طول إيه؟ وبالوالدين إحسانا. الله يرضى عليك. قال الإشراك، التوحيد، وبعدين بعد منها مباشرة يروح جايب لك إيه؟ الإحسان للآباء والأمهات. تبقى حاجة كبيرة. نفس ما هي بعديها، يعني ما هو أنا بقول لك أنا اشتريت 1000 متر، 1000 فدان، واشتريت شوكة وسكينة، قلت مفيش مقارنة. فلازم يكون في مقارنة بين الإيه؟ بين الأول والتاني، في ارتباط بينهم. فربنا يقول لك خلي بالك الإشراك، وعبد الله ولا تشركوا به، التوحيد، وينفرك من الإشراك. وبعدين على طول يروح مطلعك لي رقم 2، باباك ومامتك، وبالوالدين إحسانا. وبعدين يجي سيدنا لقمان يبني القاعدة لابنه، يقول له ربنا اوعى تشرك بالله، إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. لظلم عظيم. الشرك ده هيخليك تبقى محجوب عن ربنا في الدنيا وفي الآخرة. وبعد كده يقول لك إيه؟ إيه رقم 2 اللي بعد كده؟ الأدب، البر، الإحسان إلى الآباء. ما ترفعش عينك، ما بر أباه من أحد النظر فيه. عارف يعني إيه؟ يعني اللي يبرق في بابا كده يبقى مش من البر. ده احنا كلنا كده. نعم، بتبص فيك نعم. ده لو واحد من التابعين أو واحد من الصحابة مستحيل يرفع صوته على بابا ومامته. هقول لك على واحد من التابعين كان عايش على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة، وما قدرش يسيب مامته ويفوز بشرف صحبة النبي، لأنه كان قاعد خادم تحت رجل أمه، اسمه أويس بن عامر القرني. أويس ده سيدنا النبي يجيب سيدنا عمر يقول له عمر خلي بالك في واحد من التابعين اسمه أويس بن عامر، ده مستجاب الدعوة، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقوم سيدنا عمر ليه 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 يا سيدنا النبي، هو ليه كده؟ يقول له اسمه مستجاب الدعوة. برضه ليه مستجاب الدعوة؟ ليه؟ قول لي المفتاح علشان ما ادخلش قصر وتديني المفاتيح واحنا في العشر الاواخر وتوه ومش عارف افتح باني مفتاح. انا بقول لك اهو المفتاح اللي هيوصل دعوتك للعرش مباشرة من غير اي واسطة، برك بابوك وامك. قال له يا عمر فانه كان بارا بامه. الله، كان يعني على اعلى درجات البر. ده ممكن هو ده يكون مفتاحنا في العشر الاواخر لربنا ان شاء الله. اعمل اللي انت عايزه وانت عاقل، والديك مفيش جنة، علشان كده لازم تكون في اعلى درجات البر. طيب احنا عارفين ان احنا كل وصيه من الوصايا دي تحتاج لاكثر من حلقه كمان، بس احنا هنمشي عليهم سريعا عشان نقدر نستفيد ناخد على قد ما نقدر، ناخد كل الخير ونمشي. طيب عليه في اللي بعد كده على طول سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل، أيوة، فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يقصد ايه من الايه دي؟ ايه اللي يخليني ما اخدش رشوه؟ هو حد شايفك؟ ضميرك، قلبك، بتربي ابنك ان مين شايفك؟ الله. المدرس دخل الفصل فقال للتلاميذ احنا عايزين نعمل واجب النهارده، وكل اللي هينجح في الواجب هياخد درجه عاليه. ايه هو الواجب؟ قال لهم الواجب حاجه واحده، كل واحد هياخد دجاجه فرخه، وكل واحد هيدبح الدجاجه بشرط واحد بس، ان تدبح الدجاجه ما حدش يشوفك ابدا في المكان اللي انت بتدبح فيه. كل الطلاب أخذوا وكلهم دبحوا إلا طالب واحد، رجعوا تاني يوم الصبح بصوا على الطالب، أنت طالب غلبان ومسكين وأنت بليد وما عملتش الواجب، ما دبحتش ليه؟ سكت، ما رضاش يرد عليهم. فجيه المدرس دخل الفصل على الطلاب بتوعه عشان بيعلمهم الضمير وبيعلمهم الخوف من ربنا.
مين اللي عمل الواجب؟ كله رفع ايده، احنا عملنا كلنا، ذبحتوا كلكم؟ الا واحد قال له انا ما ذبحتش. قال له طب خليك انت على جنب، انت ذبحت عملت ايه بقى؟ قال انا دخلت تحت السرير عشان ما حدش يشوفني، انا رحت ورا البيت عشان ما حدش يشوفني، انا طلعت فوق السطوع عشان ما حدش يشوفني، انا رحت في وسط الارض عشان ما حدش يشوفني، لحد ما جه الدور على اخر واحد اللي هو ذبحش. قال له انت ما ذبحتش ليه؟ قال له بحثت عن مكان لا يراني الله فيه فلم اجد. كل مكان الاقي ربنا شايفني فيه، فربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي في قلبك، عارف انت بتفكر في ايه، شايفك، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فسيدنا لقمان بعد ما بنى العقيده بتاعت التوحيد عند ابنه وعلمه انه لازم يتعامل مع باباه ومامته ازاي، بدا يبني عنده حاجه اسمها مراقبه الله، الضمير، ايوه الضمير. الخوف من ربنا، لانه شايفك. ماشي يا عم عايز تزني مفيش مانع، تفضل، بس ربنا بس شايفك رب. بس استنى، هو شايفك وهيحاسبك، بس في حاجه، اول ما هتطلع من الغرفه دي هتموت، مش هتلحق تتوب. هتعمل لا 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 خلاص، هتاخد رشوه، مش هتلحق تتوب، ممكن تموت. يعني هو بيعلمه لازم يراقب ربنا في كل حاجه بيعملها في حياته، كل حاجه، في طيب. كل كلمه، في كل حركه، في كل سكنه، في كل حاجه. طيب احنا نزلنا وسالنا الناس في الشارع تعرفوا ايه عن وصايا لقمان الحكيم، تعالوا نشوف قالوا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين أن اشكر لي ولديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. وتصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها أنت يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإنه ولا تصغر خدك من الناس، يعني ما تمشيش إن أنت تبقى مفتخر في الأرض، التواضع. لا معلش والله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تشرك بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم. وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا أغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت حمير. أغضض من صوتك ولا أنكر الأصوات صوت حمير ولا تمشي في الأرض فرحا. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. واغضض من صوتك ان اكل اصوات لصوت الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله الناس كلها عارفه يعني الوصايا، هي امال ايه المشكله فين؟ في التطبيق. في التطبيق. طيب احنا وصلنا لحد الوصيه اللي بعد كده اللي هي مراقبه ربنا. نعم الضمير. دي برضو ممكن تكون دافع لينا في العشر الاواخر ان احنا نكون عارفين ان ربنا مطلع علينا بقى عايز يشوف مننا شغل في العشر الاواخر. طيب الوصيه اللي بعد كده بيقول له يا بني اقم الصلاه. نعم. الهدوء النفسي والسكينه والطمانينه الـ مش هتجي لك الا من خلال الصلاه. منظمه الصحه العالميه بتقول كل سنة في 10 مليون شخص بيقدموا على الانتحار بسبب المرض النفسي، بينجح 1 مليون شخص يقتلوا نفسهم وبيلحقوا 9 مليون، ده بسبب ان هم عندهم امراض نفسية. احسن حاجة بتمتص الطاقة السلبية من عندك وتديك مكانها طاقة ايجابية انك تقف تفضفض مع اللي ما بيقطعكش ابدا، مع اللي عمره ما يعلي صوتك ويقولك انت اشتكيت لي من الموضوع ده قبل كده، هو ما عندكش الا كده. الوحيد اللي تقف وتعيط بين ايدي وانت مش مكسوف، الوحيد اللي لما تنهنه وتعيط وتطلع اللي في قلبك ترتاح، الوحيدة. عشان كده سيدنا النبي كان يقول لسيدنا بلال ايه؟ أرحنا ايه؟ أرحنا بها. أرحنا، أيوة أرحنا بها، بتكلمه ويكلمك، بتفضفض معاه، ما بتخافش منه أبدا. يعني الصلاة دي مش زي ما احنا حاسين يا شيخ أحمد إن هي تكليف علينا ويلا عشان نقوم بقى نصلي الركعتين ونخطف الصلاة كده ونخلص. لو كانت كده ما كانش سيد الناس كلهم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. علشان كده عندك صلاة استخارة، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، صلاة خسوف، صلاة العيدين، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة اللي هم الركعتين معانا حتى التراويح وصلاة التراويح وصلاة التهجد صلاة التراويح وصلاة التهجد دي كل الصلاة دي بتعمل فيك ايه؟ الصلاة دي ان الصلاة تأمر بالمعروف ان الصلاة تنهى عن الفحشاء نعم تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة بتعمل ايه بقى؟ بتجعلك توقف نفسك وتراجع نفسك مع ربك سبحانه وتعالى. ما بتخافش لما بتفضفض مع ربنا، ما بتخافش انه يفضحك ويطلع سرك لحد.
طب يبقى الصلاة من الوصايا اللي احنا لازم برضو نخلي بالنا منها، وعندنا فرصة بقى صلوات كتير، التراويح والتهجد يعني. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. سيدنا يقول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، قوم للمعاصي اللي انت ارتكبتها طفيها بالصلاة، شيلها على ظهر ايدك ارميها ورا ظهرك. طيب معنا تليفون. مريم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. إيه كنت محتاجة اسأل الشيخ على حاجة، يعني هو من الوصايا الصبر، يعني هل ان احنا مثلا لو عندنا مشكلة وبنشتكي مثلا لحد، او مش بنشتكي، احنا عايزين ناخد مثلا مشورة، او انه حد يقول لنا نتصرف في الموقف ده ازاي، فبنحكي المشكلة علشان نعرف نتصرف ازاي، فهل ده يبقى من قلة الصبر؟ يعني هو حلو احنا ممكن بنصلي وبنشكي ربنا همومنا وكده، بس يعني مش يعني بحس انه مش الصلاة بتوصلنا للحل المناسب للمشكلة اللي عندنا. فهل لو حكينا مشكلتنا لحد عشان يشوف علينا نتصرف فيها ازاي، هل ده بيبقى من قلة الصبر؟ شكرا يا مريم. وصلت. لا هو المعنى مش كده خالص. يعني بص يا مريم، هي المعنى ان انا لو مثلا انا في مشكلة، المشكلة دي مهند ممكن يساعدني في حلها، ممكن يقول لي رأي، فانا بقول له انا عندي 1 2 3 4 انت رأيك ايه، فده مش من قلة الصبر. انما قلة الصبر هي ايه؟ يوه هو ما فيش الا انا يا رب، ايش معنى انا يا رب، يعني اخترتني انا دونا عن الناس كلها، هو ده قلة الصبر. لما سيدنا عد عليه الصلاة والسلام على الست الكبيرة اللي مات ابنها، فقعدة بقى تبكي وقعدة تحزن وبتاع، فسيدنا بس بدري شوية احتسبيه عند ربنا ان شاء الله ياخد بايدك تخش الجنة. فراحت بصة في سيدنا النبي كده ما تعرفوش، قلت له اليك عني، ابعد عني. فسيدنا النبي قال لها بس اصبري بس واحتسب الاجر عند ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. فراحت بس في سيدنا النبي تاني مرة، قلت له انك لم تصب بمصيبتي، هو ده قلة الصبر بقى. فبعد سيدنا النبي ما سابها ومشي، الناس قالوا انت ارتكبت مصيبة مش عارف ده مين، قلت لهم لا معرفش، فقالوا لها ده سيدنا النبي، فطلعت تجري وراه، انا اسفة يا سيدنا النبي، انا اسفة والله ما اعرفك، ما غصب عني. قال لا، ام سيدنا يقوم يعلمنا يقول انما الصبر عند الصدمة الأولى، انا لله وانا اليه راجعون. لكن عدم الصبر يعني ايه؟ يعني مثلا واحد مريض فيقوم يقتل نفسه، زي اول واحد قتل في احدى المعارك فما قدرش يتحمل فراح واخد السيف راح ضارب نفسه راح قاتل نفسه، واخد بال حضرتك؟ ده ما صبرش. يبقى اذا ده كله يعتبر صبر عادي، ان انا اشكر ربنا. انما انا مثلا بتصل على صديقتي، يعني مثلا ممكن تكون مريم بتتصل على جارتها او صاحبتها او مامتها او اختها، يقعدوا يفضفضوا مع بعض بقى ويقول انا حصل عندي 1 2 3 فتقوم تقول اعملي كذا، ده مش من قلة الصبر بالعكس، بس ما يكونش الحكاية دي على سبيل ان انا انتقص الطرف الثاني. طيب احنا وقتنا بيجري بسرعة، عايزين نلحق ناخد. قلنا يا بني اقم الصلاة، عدنا الصلاة ان شاء الله، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. نعم، امر بالمعروف، لازم تتعلم ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد ان يكون الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف. يعني ما ينفعش مثلا انا اطلع التلفزيون واقول هؤلاء الفسقاء وهؤلاء سيدنا النبي ما عملهاش ابدا ابدا، كان بياخد الناس بهدوء، كان يطلع المنبر لما يتقال ان في مشكله يقول ما بال اقوام، اقوام شوف كلمه ايه، يعني بيتكلم على ناس، كانوا بيتكلم على ناس مش موجودين. لا يا مهند، هو بيتكلم عن شخص واحد، فيقوم يقول ما باله ايه اقوام، عشان ما حدش ما يحسسش حد بال، فيقوم العاصي يقول لك ده الحمد لله مش انا لوحدي، ده في ناس تانية معايا، والحمد لله انه ما فضحنيش انا، ما كشفنيش. ولذلك لما سيدنا موسى قال ربنا يا رب نزل علينا المطر، قال له طيب خلاص هنزل عليكم مطر، بس خد قومك واطلعوا في الصحراء عشان انزل عليكم المطر. فبداوا يطلعوا، طلعوا على الجبل، يا رب نزل علينا، يا رب نزل. ايه يا موسى ربنا ما نزلش. فسيدنا موسى قال له يا رب انت قلت لي خدي قومي وروح على الجبل وادي احنا على الجبل. قال له يا موسى في واحد عاصي بينكم ومصر على المعصيه. فسيدنا موسى رجع قال في واحد عاصي ومصر على المعصيه وبشؤم معصيه ربنا مش بينزل علينا المطر. فالعاصي قام مدخل راسه في السب بتاعه وقعد يبكي وتاب. فيقوم يحصل ايه؟ المطر ينزل. الله اكبر، المطر ينزل. ايه يا موسى انت مش قايل ربنا مش هينزل عشان فيه وفيه؟ فرجع سيدنا موسى يا ربنا انت كنت بتقول ان في واحد عاصي وبتاع. قال له يا موسى تاب ورجع. فسيدنا موسى قال له طب قول لي عليه عشان اروح اخد بركه منه. قال له يا موسى انا سترته وهو عاصي، افضحه بعد ما تاب ورجع لي. يبقى سيدنا لقمان بيعلم ابنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس بفن. في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم كلنا نلتزم بيه. ما تروحش عليه تهبشه في وشه، هيسيبك الشيطان، هياخده ويقول له
هو ده اللي عامل لك فيها شيخ الإسلام، ده أنت أحسن منه. لكن لو أنت فعلا طائع لربنا هيشوف جانب الطاعة في وشك، هيشوف جانب الطاعة في كلامك وفي إشاراتك، فهيحبك ويمشي معاك. طيب احنا وقتنا للأسف خلص، ملحقناش نكمل بقية الوصايا. هي واصبر على ما أصابك. أيوة، إن احنا نصبر، ممكن حد يزعلك ولا حاجة، فما تستعجلش عليهم. سيدنا يونس لما استعجل، طب ناخدهم بسرعة، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس سريعا. ليش وشك كده؟ ما تبصش للناس يعني مثلا الكاميرا قدامي كده، فاقوم ابص تكبر كده. تكبرش عليك. بص على الناس بوشك كله، كلم الناس بوجهك. ولا تصعر خدك الناس، ولا تمشي في الارض مرحا. ولا تمشي في الارض مرحا. ما تتكبرش. انت بتكبر على ايه؟ بتاكل وبتشرب وبتعمل حمام زيك زي الناس. فامشي زي الناس. واقصد في مشيك. اي تواضع. كلها دي من التواضع. خليك تواضع. واخضض من صوتك. ايوه، اما تيجي تتكلم ما تعليش صوتك. طيب احنا قدر المستطاع حاولنا ان احنا نلمهم كلهم طبعا، واحنا ان شاء الله في حلقات هنعملها عن الصلاة بشكل خاص، وعن بر الوالدين برضو بشكل خاص ان شاء الله في خلال العشر دول، بحيث ان احنا نستفيد يعني فيهم. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ايه نشوف سبل كده نجمع بيها في الفاضل ده، نقدر نقوي بيها همتنا ونقوي عزيمتنا ونقدر نشتغل كويس، لعل وعسى ان شاء الله ربنا يقبلنا. وفكركم مشاهدينا بقى ان انتوا لازم تتابعونا على صفحتنا نهار نور، هتلاقوا الحلقة كاملة ان شاء الله هتنزل بعد ما الحلقة تخلص، وهتلاقوا كمان الحلقة متقطعة لو حد عايز ياخد جزء معين يعني يستفيد به. وكتروا من الشير بقى، يعني ساعدونا ان شاء الله ان احنا ننشر الخير. ان شاء الله اشوفكم بكرة على خير، وهنختم بدعاء سريع كده مع الشيخ احمد صبري. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا، ورقاب أمهاتنا، ورقاب إخواننا، ورقاب أزواجنا، ورقاب أبنائنا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب الفضل وأبواب الرزق. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. فرج كروبنا أجمعين، اقض الدين عن المدينين. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لك شيخ أحمد. شكرا لك.